كأسين وبندقيتين في ملتقى هذه الفترة المسائية لهجني أبناء القبائل، حيث كانت أول تحديات المساء، أول رموز هذا المهرجان 2023 ذهبت مع الحذرة راشد بن محمد بن مروشد، حيث ذهبت بالناموس إلى أهالي نادي الشبا بالفوز والناموس والانتصار، حيث أجمع المحللون بأن تكون هي بطلة لهذا الكأس. كذلك شوط القعدان حيث حل من خلال التنافس والتحدي بهذه المشاركة الرسمية في هذا المساء قاصد لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان، أيضا من كسب كذلك الكأس. هنا الحذرة 5 دقائق 44 ثانية، 7 ثامنة ثانية لراشد بن محمد بن مروشد. هنا لحظات وصول كذلك قاصد من خلال هذه اللحظات، 5 دقائق 45 ثانية، 9 أجزاء من الثانية لمحمد بن سلطان بن مرخان. بينما اسعفه فازت بكاس الانتاجي والمنتجين ب5 دقائق 44 ثانية و7 أجزاء من الثانية لمالكها علي بن سعيد باللومية الاكتبي. وهنا شاهين لسيف بن سهيل بن خيره فاز ببندقية الجعدان ضمن اشواط الانتاجي والمنتجين ضمن برنامج الذهب لهذه الامسية. هنا لحظات في انتظار الفائزين والتتويج برموز المساء. هنا سعادة علي بن سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجرة العربية الأصيلة في تتويج الفائزين بسباق هذا المساء وبرموزه. هنا راشد بن محمد بن مروشد وانجاله، وكذلك حمدان بن محمد بن مروشد في التتويج ولحظة استلام الكأس، كأس الحذرة التي قدمت هذا الإنجاز الكبير والتي تنحدر من سلالة سراب الشريدي وحفاظا على هذه السلالة الأصيلة. هنا المتألق وأنجال في هذا اللقاء محمد بن راشد بن مروشد، وكذلك سيف بن راشد بن مروشد ومكتوم بن راشد بن مروشد في لقاء في جمعة ودية. حمدان بن محمد بن مروشد كذلك حاضر في هذا اللقاء في هذه المنافسة. هنا من خلال هذه الملتقيات فريق العمل أيضا من خلال المشاركين، فريق العمل في رحلة النواميس دائما مع عزبة بن مروشد المتألق الذي تألق إلى النجاح والمشاركة. كأس الحذر أيضا وكأس المفتوح ذهب مع بن مروشد. بينما شوط القعدان مشاهدين الكرام يأتي قاصد لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان يفوز ببندقية الجعدان. سلام يا هل مرغم سلام. هنا سلطان بن محمد بن مرخان الاكتبي، كذلك مطر بن سلطان بن مرخان الاكتبي. هنا عبيد كذلك بن محمد بن سلطان بن مرخان. هنا سلطان بن محمد بن سلطان يستلم البندقية، بندقية قاصد في فرحة النواميس وفي فرحة هذا اللقاء. مطر كذلك بن سلطان بن مرخان، وهنا عبد الله بن سعيد الغفيلي او عبد الله بن سلطان الغفيلي منتزعا كذلك البندقية مشاركا هذه الفرحة مع النواميس. عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان. هنا كنترول لهذه العزبة، عزبة الصعب في المشاركة والمتابعة الدقيقة. هكذا مشاهدينا الاعزاء ناتي لنتابع من خلال هذا اللقاء شوط خاص بالانتاج والمنتجين، وكانت اسعفة هي من خلطت اوراق المساء لعلي بن سعيد باللومية الاكتبي. سلام وتحية لأهل الخوانيد، سلام وتحية لأهل ميدان الطي. هنا علي بن سعيد باللومية منتزعا الكاس. هنا في هذه اللحظات منتزعا كأس الحقايق الانتاج في ختام المرموم 2023. هنا كذلك فريق العمل من الأخوة والزملاء والأصدقاء في تنافس وفي مشاركة مع فرحة الإنجاز والإنتاج الجميل. هنا كذلك علي بن سعيد وأخوانه وأنجاله في مشاركتهم في أمسية هذه الليلة وفرحة مع كأس الإنتاج. كأس الإنتاج فرحة كبيرة وعريقة يقدمونها مع ميدان المرموم واسعفة التي حظت بهذه الكأس. بينما بندقية الجعدان لسعادة سهيل بن خير العفاري يتقدم بوسيف وابو محمد لينتي هنا من خلال التتويج من يد علي بن سعيد بن سرود. وهنا بندقية شاهين، سلام عيناوي سلام، سلام لأهل العامرات، سلام لأهل الوقن،
في هذا اللقاء. هنا سعادة سهيل بن خير العفاري محققا الانتصار، مشاركا في أشواط الرموز وكذلك حاضرا بشوط رمز الانتاج من الجعدان في أمسية وفرحة عارمة مع المنتجين بمشاركتهم ضمن أشواط المساء ضمن أشواط الذهب. هنا فرحة كذلك ضمن طاقم العمل لهذه العزبة التي تشكل دائما العلامة الفارقة في المشاركات في ميادين السباق والمشاركات خاصة في الرسميات في هذه اللحظات المسائية الجميلة التي جمعت الجميع في ميدان المرموم ليحتل الجميع هنا الاستحقاق من خلال المشاركة والمنافسة. والتهنئة للجميع على ما قدموه في ميادين السباق.